أعزائي مشاهدي قناة البركان في كل مكان، حلقة جديدة من برنامج القمة. اليوم من هنا من أمام أحد صالونات الحلاقة الرجالي، صالون متميز يمتاز بالنظافة والرقي، وألاحظ مجموعة كبيرة من الشباب موجودة حاليا بالصالون. ونحب نقول للناس ان احمد حسنين شاب من الشباب استطاع ان هو ينشئ هذا الصرح الرائع والمحترم، وبنقول ان الحلاقة فن وذوق قبل اي حاجة. انت يا احمد فكرت في المشروع ده ازاي؟ فكرت في المشروع ده، دي صناعتي وشغلي، نشأت فيها، حبيت ابتكر شيء جديد، اعمل شيء جميل، اعمل صالون جميل يليق بمحافظة بورسعيد، افتح مجال للشباب، يبقى مجال عمل للشباب، وحدث من مجالات القصات والعمل. طب نقول يا احمد ان طاقم العمل عندك مكون من كم فرد؟ 4 افراد. دول بيتناوبوا مع بعض ولا الاربعه بيغير غيرهم؟ هو الاغلبيه عظمت موجودين طول اليوم على ورادي، وفي يعني في فترات عمل، في فترات غدا، فترات راحه، وفي 2 بيبدلوا مع بعض على حسب فترة العمل. طب تيجي معايا كده نمشي في الصالون شوية ونشوف الشاب الجميل ده، ايه اللي بيحببك في صالون حسنين للتجميل؟ والله هم ناس محترمة جدا، وعندهم يعني حاجات جديدة ومتميزين عن غيرهم يعني كده. بتحس هنا براحة وانت فعلا بتخرج مختلف عما دخلت الصالون؟ اكيد يعني. طب تحب تقول ايه للأستاذ احمد حسنين؟ احب اقول له ان هو يعني ان المشروع كويس، وان هو عنده حلقات متميزه عن الناس التانيه، وربنا يوفقه باذن الله يعني. شكرا. طب استاذ احمد نسال انواع الحلاقه، اللي انا نفسي احنا بنسال عن حلاقه قصات بالكمبيوتر وحاجات كده، هل ده متوفر ولا؟ فعلا متوفر، هي القصات كلها مودرن، موديلات كتير، في على حسب، في مثلا قصات شبابيه، في قصات الاطفال، بقى كل سن وليه قصات معينه وليه استيلات معينه. شغل المودرن هو دلوقتي شغل الاستشارات، في قصات كتير. طب نقول ايه اشهر قصه حاليا بتعتبرها موضه موجوده؟ والله هي اشهر قصه حاليا هي قصات النجوم او قصات لعبة الكوره، كلها معتمده على الاستشارة، على شغل البروتين، انواع الصبغات بجميع درجات الالوان، تدريج الدقن، يعني ما فيش شيء معين ثابت، هي كل يوم بينزل موديل واثنين وثلاثة، كل يوم بينزل قصة جديدة. يبقى إذا نقول إن هنا موجود عندنا بروتين وعندنا صبغة شعر. تمام. طب المنتجات دي يا أحمد هل هي منتجات محلية ولا منتجات عالمية مستوردة؟ لا كلها مستوردة. كلها منتجات عالمية. تمام، لأن المنتجات المحلية ما بتديش نفس الكفاءة. ايضا انا ملاحظ ان في اجهزه كتير زي السشوار وزي تجفيف شعر وزي غيره، الاجهزه دي بتعمل بكفاءه طبعا عاليه عندك. الاجهزه والامكانيات بتوفر لي العمل، بتوفر لي الشغل. طب نعم، نتعرف كده على الاجهزه اللي عندك. يعني انا اول امر طبعا حضرتك باساس اول حاجه في العمل التعقيم، تعقيم العده. ايوه ده اساس العمل، ده احنا نحب نطمئن على صحه العده وتعقيمها. التعقيم ده أول شيء في العمل، نظافة المكان، تطهير العدة، لأن التطهير ده يعني المهنة زي الدكتور بالظبط. أكيد. كل ما الشيء متطهر وبيبدأ بيبقى شغله كويس، بيبقى نظيف، مفيش ميكروب، مفيش مرض، لأن من المهن المعرضة للمرض والفيروسات، وده مهنة الحلاقة. طب نمشي برضه في المحل ونتعرف على أحد الزبائن المتواجدين ونقول له مساء الخير حبيبي. يعني انت جيت هنا عند احمد حسين ليه تحديدا؟ ما هو في ناس كتير. هو بسم الله ما شاء الله، يعني الصنايعي اللي عنده على كفاءه عاليه من الشغل، وبنلاقي عنده كل حاجه جديده يعني.
ونظافه المكان كويسه والاجهزه عاليه يعني انا في فرح ان شاء الله مش هعمل اللي عنده. في فرحك ان شاء الله باذن الله. طب تعزمنا كلنا ان شاء الله وتعزم قناه البركان. اعزائي مشاهدي قناه البركان احنا معزومين على فرح الراجل ده قريب ان شاء الله. احمد نحب نعرف مراحل دخول الزبون الاول ايه اللي بيحصل لتستقبل الزبون هنا في المحل. هو اول امر الزبون بيخش تمام حضرتك طبعا بيقعد في الانتظار تمام. اول حاجه بيقعد هنا اول حاجه غسيل الشعر هنا على الحوض الجميل ده. كرسي الغسيل تمام. بيقعد الزبون يغسل شعره تمام. انواع الشامبوهات والحاجات دي اللي بيغسل بها الشعر في حاجات معينه ولا هي اي حاجه؟ لا مش اي حاجه طبعا. في للشعر الجاف في للشعر الدهني يعني في برضو انواع شامبو. في شامبوهات للاطفال يعني مثلا ممكن الطفل مثلا لازم شامبو جونسون. في مثلا شامبو ضد القشره. في شامبوهات للصبغات. في شامبوهات للفرد. كل شيء برضو ليه يعني ايه على حسب. اذا بيدخل اول الزبون على غسيل الشعر وبعد كده بيقعد على الكرسي زي ما احنا شايفين كده تمام. بيبدا الشغل معاه تمام. طب نتعرف على واحد من الناس العمال الشباب اللي عندك. مساء الخير اسمك ايه؟ مساء النور محمود عبد العال. يا محمود انت النهارده بتشتغل في المحل ده ايه عملك بالظبط وبتعمل ايه؟ والله وانا بستقبل الزبون بشوف هو عايز ايه الحاجه اللي هتعجبه الحاجه اللي هتريحه وبعملها له. طب انت الزبون المتعب بتعمل معاه ايه؟ مفيش زبون عندي متعب والله. مفيش زبون متعب خالص؟ لا. طيب القصات اللي بتطلب منك والتسريحات ايه؟ والله هو معظم التسريحات زي ما استاذ احمد قال برضو تسريحات النجوم ولعبه الكوره وكده. طب نشوف الزبون اللي قاعد معاك. مساء الخير اسمك ايه؟ مساء الخير محمود. يا محمود انت جيت المحل هنا ليه؟ بصراحه هنا المحل ليه يعني ايه ليه حاجه كده مختلفه عن باقي المحلات. لما باجي احلق هنا بحس باختلاف طبعا عن اي محل انا ممكن احلق فيه. طب يا محمود انت لما انت متجوز؟ لا لا انا طالب. لما هتتجوز ان شاء الله هتيجي تحلق هنا؟ اكيد طبعا يوم فرح ان شاء الله هاجي هنا. ماشي. استاذ احمد من الناس اللي عندها درايه كفاءه وخبره. لما باجي اقعد تحت ايده طبعا بيطلعني بقصه مختلفه بيطلعني بحاجه جديده بتعجبني. استاذ احمد بيلاحظ في الاونه الاخيره اقبال الكثير من الشباب على عمل واقي او ماسك للوجه قناع. ما اعرفش فايده هذا القناع ايه وبتعملوه ولا ما بتعملوهوش. بالنسبه للوجه عامه تمام. الوجه بيبقى ليه يعني نظره معينه تمام. طبعا عشان الاجهاد اللي بيبقى في البشره والرطوبه العاليه وكده فبيأثر على الوجه تمام. فبنبدا احنا بنعمل زي كورس كامل للبشره من تنظيف البشره تفتيح البشره. كل بشره ولها مسقات معينه. وبالنسبه للعريس مثلا جاي في بيبقى زي نظام مكياج خفيف خالص للعريس بس مبانش ان في اي حاجه على بشرته. في حاجات بتداري الجروح في حاجات بتداري المسامات. بالنسبه للبشره في مسقات تنظيف البشره تنظيف الدهون البصور السوداء. في تنظيف في تفتيح الوش في مسقات صحيه ومسقات طبيه. في مسقات بتعمل نضاره للبشره وبتفتح البشره. فمجال المسقات ومجال البشره عامه مجال واسع جدا مدى وفي جميع يعني عشان ليه دراسه وليه درايه بالمسقات وبالوجه عامه. احب اتعرف بيك. ايهاب. ايهاب انت بتشتغل هنا بقالك قد ايه؟ يعني بقالي سنه. بقالك سنه. القصات اللي انت بتعملها للشباب السائده في هذه الايام ايه هي؟ يعني والله احدث القصات اللي هي بتنزل اللي هي القصات العالميه لعيبه الكوره الممثلين كل دون. طيب حسنين انت دلوقتي بتعمل للاستاذ اللي معاك ده قصه معينه لها اسم ولا هي كده هو اللي طلبها؟ لا هو دايما يعني هو زبوني فانا بكون عارف هو بيعمل ايه. فهو مثلا حسب القصه اللي هو عايزها. يعني مثلا هو عايز القصه دي انجليزي مدرج. انجليزي مدرج. فهو زي ما هو عايز القصه انا بطلعها له بالظبط. ده هو بيختارها القصه بنفسه مش انت اللي بتختارها؟ لا هو بيختار القصه وانا بعملها له. ولو هو مثلا ما فيش عنده اي حاجه جديده انا ممكن ابتكر اي حاجه جديده من عنده وانا اوصلها له. يعني لو الزبون محتاج صبغه او محتاج كل ده موجود وكل ده متوفر عندي. انت بتعمل الصبغه بايدك؟ طبعا. يعني كلمه اخيره منك للشباب تقول لهم ايه في المرحله المقبله؟ ربنا يوفق الشباب كلهم ورب كلنا نحب بعض ونساعد بعض. ولازم كل شاب عنده خبره وكل شاب نجح يساعد كل الشباب. ولازم ناخد بايد بعض عشان احنا ننجح والشباب تنجح
ربنا يوفق الجميع.